كلنا شفنا الحراك السريع للقوات الأمريكية بالحدود المشتركة بين العراق وسوريا، وهذا الهدف حدد المالكي وقال أنه هذا الحراك أما لتأمين الحدود أو لإسقاط بشار الأسد ونظامه. وطبعا كل القراءات راحت باتجاه الرأي الثاني، كون فصائل عراقية مسلحة وسعت من انتشارها في مناطق أعالي الفرات وصولا إلى الشريط الحدودي العراقي السوري المحاذي للبوكمال والتنف، لأنه الانتشار الجديد قادته كتائب حزب الله وجرى تنفيذه من دون أي إعلان من الحشد الشعبي أو الميليشيا ذاتها، والتي تصنف على أنها الأكثر قربا ودعما من طهران. بالتالي هذا الانتشار صار من مناطق سكنية خالية من أي توتر أمني، وهنا صار تساؤل هو أنه عودة تحركات الفصائل العراقية وانتشارها ليش أخذ شكل تقليدي وليس تم توزيع عناصر هذه الفصائل داخل بيوت فارغة ونقاط تفتيش ودوريات تصير عبر سيارات رباعية الدفع. طبعا كل هذا الانتشار صار خلافا لوعود رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني للأحزاب والكتل السياسية العربية السنية خلال تشكيل الحكومة بسحب الفصائل من مراكز المدن والأحياء السكنية، وطبعا لكل فعل ردة فعل. بالتالي هذا التحرك للفصائل قابل تحرك أمريكي، وقد يشتبك الطرفين في مطلع الفجر الجديد.